إن أن دين الإسلام كحرميه إن أن دين الإسلام كحرميه دستور الدلك بطلان قوانين تيسا دوره دستور كالجوالات بطلان قوانين تيسا دوره حلك الأيدي بين الضاع نموته حلك الأيدي بين الضاع نموته دلك إدت كيسا لله وعليه دلك يدتكنا لله وبعدين وايقول الله لياكم بالله يا وايقول بالله لياكم بالله يا وايقول الله دولة قبلات كبنتلان وحال أساس سنة كيكون سجال بغل سجاشن يسديدي وحانا كبه هو بي شنطة قبل إيه كلا آه بري نقال مدوك صول سناك بري يدق مضبوه والله إلا الوحي أبو ياشين يا أبو ياشين يا جدي يا شروينها وحا لغو أنسيحيي أحدي وحان لغو دورتي مدحوين عبد الله يوسف أحمد مدحوين كحيان محمد عبد حاشي إيا أفايين كقولها وكيل ذا مدان يوسف سعيد اسمها الدولة وحا كالين لحال لكاقع تاي شعب كبنتلان او اي هرمود ايهين اسمه ذا يا وحقارتكا تاس او لغو ديساي مامل تابقليا شرعيقا اي هرمارين تبنتلان انتا لغيه ليو دولة لحاء او اي كومي دودو صومالي دو علشان سحارة انتهي الله ضناينا يدنت جود وما أنت إنك وضد دحيسة عرنت أسفر حد وين بيتهاي هي تيساء سنة لو بعهي هاي هذه جورسي سر هذا إني نو هذا هذا الله وماشي بكتاب الله تابت وعوي يا أخي وعوي من دولة ديسا وعوي سرنا دالي منك دولته استوى اسم كرتو حتى ينهي في كاريا أي كوشة قيسو أو أليك ستو أو مركعة قلقة أي وحو غاطو كل دا تعلم وعنو غاطو وعن مركعة الله ومارما إن أي سمينو إلا رمالي أو كل هذا القاع إيا باريكو إلا رمالي ومعي دانتا كلاقة لغالها وحي أهيد إن دولة بنتلان وكيل رسمي أه النقطو ومضى دانتا يدى السياسة داد برشو إيا لغالة لدها إيا ديبادباء sanadkii 2011 Puntland waxaa ka aloosmay khilaaf siyaasadeed oo ka dhashay qodob ka mid ah dastuurka xagga xilka madaxweynaha dagaalka sokeeye ee ka dhashay muran qodob dastuura waxa uu socday muddo 2 sanadood wuxuuna Puntland dhalsiyay khasaare naf iyo nool bale waxaana si lama filaan ah meesha uga baxay guud ahaan danihii loo dhisay dawladdu in ay ugu adeegto umada
بشي ماي لبدو كوني صدح دي مقالة بوصاصو وحا كدعي هشيس تاريخي واي كشقيين اسمدا سلطان سعيد سلطان عبد السلام إيه بقر عثمان محمود هالكاس او لغو هشيسي لبدي لنعيس هايي هشيس كان بال دهب ايو كقالي تاريخ دا بنتلان واي وحاو حال النقضي علادة إيه دباتة دا سياسة دير إيه كتري بنتلان بشي اكتوبر لبدو كوني افرتي مدحوين عبد الله يوسف احمد وحاو لولان اوغالي حيلكا مدحوين نمو دولة فدرال كسوماليهد وقتiga إساقا لسمهيدو كسعدي مقالة نيروبيا دالكا كينيا ارنتاس وحاي كنتي إن اي صائف بحضو مرنان شوهوغان كاس او سببي إن بنتلان قشو مرحلة كالاقور او اضاق أمنيغا او حماضي إي عبسي كوباهدي أمدا إن علاد لباد كوغانتو بنتلان حيلك مدحوين نمو حاسي كوميلغار او قبتاي محمد عبد حاشي سيها دبالوه لو حال سياسة داد او لوغا قدبو مرحلة دوغنيد لوغان بدبادو اسكو دعي علاد دولو دوحا اي سوير تاي اسمدا بنتلان سي اوغا تليان حالد كلان كا اسمدا وحا او قدعي بي دي ار سي اكتوبر لبادا كوني افرتي شعبي وحوي الدولة اللي في مرمتي السجن مرمتي السقي وقت حسته شعبي الدولة اللي وحوي المدنان اللي الكلام مدنان اللي قال يا شعب شعبي الدولة اللي وحوي وجه كل عين من الهوى أصلا يش ما كانوا شعبي قد بيسني وضياع بدن قالوا فقامني دولة أكبر كم من عدو عربي بعد بعدين ده وصدق حسنا عصبي فحالوا قال لي مشكلة تقولي واحد كتب ثلاثة السمادة هي الثلاثة البرلمان طلبوا بعض ليك لما كنا نروح خلاص مركز هذا ده إكستنشن جوست مية ملا ملاعي تعسره واحد كاتب كرايسس أما تبعت جوتو كذا حكومة هي برلمان كرايسس مركز الأعداء أبو بعض واحد منو قال لي بقول كي بس عشان يشن دستور كمان هنا اللي هي كلين وده بديس لحد يصير قدام الناس. تعرف ما حيك أنت إن الفوضى أبغى أسحب سيستم الكبرية قبل بضعة أيك أنت حسيت لون لا على إيه ما أبغى أيك. وحال ما بعيا مكة تاعه إلا تاعته. مصلحة إلا فيريو. محال يوسف رجع. صدق عشر محال يكون صمد ولا عشان يصدق عشر على آخر يصدق عشر عشان يصدق عشر. وحال ما بعيا مكة. طال من إنسان وقع ميسن ونذكر حسين إن أي صواب حضر القدح أنا هو أقدر أن هاي يرجع بمارسة وادي يرسل شقين صواعد من شاكي كاس وحضر جعل الله هاي يقولون كتلنا سي وده جرع وان كلاك واحد ومستقبل كبوت للوغة في كلاك إن هذا اسوه سوجد دولته هو كولكتيف ريسبونسابيلتي وحاولي مسؤوليات لو ذاك كان برلمان كجيران إنه أضعه إنه شعب وينه إنه وزير وحقا المسؤولية سلام بيلي هذه دولة أما حكومة كوحكوها وقيمسون برلمان كوحكوها وقيمسون وضي ياشا قارنح حشودان ركونتان قارن متقعدة كالكوحكوها جيري ما يسفون تلان دولة أحد مجيزوز أما هذه يرى وحي مقرية كالكوحكوها ومرمانسوها يستيقون دوالان أول يا المهيا دوب سبالي وين وحكرنا بالمهيا تنبودي هذا والله أنا عند الباريس با ليش أمور أكثر أي نقصت الدولية هي خلوني كم أمور أكثر أي نقص وشيلية هي وحياه طبعا هو مكان جامع إلى أن خب مكان جامع إلى خصوصية وأكون مهتم فيه هذه يا دكتور مهتم وهاي لا تهاي وما بهلنا نسوي شيء برا محل ما تسوي ما تعتمد على الخطوة دينها
iyadoo aan aynaan waxba inoo hagaagsanin iyo haddana mudadii dambe ma qabno inaynu dowlad la'aanayna ku dhaco waa inaynu xaq u helnaa aynu waxba hagaagsanin. waxay noo muuqatay in loo baahan yahay iyadoo maalintii afraad in si badan la isugu yahay in la yidhaaha dliilka laga caawana waxay labada laabnaa warba ma jira maskaxda la doonaya wax keena. waxaan anugu qabaa shirkanka marka aynu noo socdoono anugu kubada yaqaan iyo bixin kale kabacsanaya ay dambaadaan in isnimada golaha loo taagiya gudoonkooda ay xushaan iyagu isku kalid noqdaan waxay keenayaan keena intii xuna ka sugaysi oo inoogu rajirta oo inoogu falajina allahu naxariif wixii raaxa lahu ku badan wixii raaxa qabana raaxa raaxa gaadheelaa u yar intaas bacad geeda innagana ilaah waynu kulmay eebtayna ilaah uus camalkeenna ilaah u suubi cibaadadeena ismadu waxay go'aamiyeen in golaha wakiilada la kala diro lana magacaabo golo cusub oo 8 January 2005 doorta hoggaan cusub. doorashada madaxweynaha waxaa isu sharaxay maxamed cabdi xaashi maxamuud muuse xirsi cabdiraxmaan faroole caasho geelle iyo abshar muuse xilka madaxweyne ku-xigeenka waxaa isu sharaxay maxamed cali yuusuf axmed cabdi xaab sade xasan daahir iyo xubno kale xildhibaanada golaha wakiilada ayaa hab qarsoodi ah ku dooranayay murashaxiinta waxaana tartanka doorashada ku guulaystay madaxweyne maxamuud muuse xirsi iyo madaxweyne ku-xigeen xasan daahir. tallaabadaas guushaahi waxa ay dawo u noqotay walwalkii ku jiray shacabka ayna rajo gelisay dhammaan qaybaha bulshada ku howlanaa horumarinta iyo gargaarka. idinkuna waa salaamintii waana mahadantii. waxa weeye maalintu waa 12-kii bisha Sebtembar waxaynu joognaa goobtii garoobe. maanta waxaynu dabaaldegaynaa maalinta caalamiga oo dub oo dhan loogu dabaaldegahayo
maalintii nabadda adduunka waxaa layna ka doonaya hadday nahay reer Puntland waxaa layna ka doonaya innagoo faraxsan inaan maanta ku jirno nabadda adduunka uga dabaaldegayo ayaa loo baahan yahay Soomaali dibuufsiinteeda iyo israaxdeeda iyo intu soo noqoshadeeda inaynu ka shaqaynaa loo baahan yahay waxaa ka baahan yahay nabadda inaan adkayno xasiloonida inaan sugno in dadku israaco oo ugu daafaco nabadda iyo nabad ku noolaasha Which one is correct? Is the government to nominate? Si haddaba loo turxaan bixiyo qaar ka mid ah qodobada dastuurka Puntland gaar ahaan kuwa dhalin kara khilaaf amaba aan waafaqsanayn xuquuqda aadanaha PDRC waxay abaabushay qorshe dib u eegid dastuurka hawshan waxaa ka wada qayb galay xubno ka socday golaha shacabka aqoonyahanno madax bannaan oo reer Puntland ah takhasusna u leh sharciga iyo dastuurka dejinta خبير لطليعة أو كسعودي دلك سويسرلان يهي أدى بي دي آر سي أو هوشة فدين إيسي maamulka cusub ee Puntland waxa uu u dhaqaaqay fulinta adeega bulshada arrimaha amniga iyo difaaca iyo qorshe lagu baahinayo xukunka ilaa heer beel ama dhismaha golayaasha deegaanka oo dhammaantood wada dhaartay waxaa guud ahaan tirada xubnuhu ahaayeen 34 waxaa fadhiya 22 27 waxaan markaa diyaar noo fasaxadeed u gudbaynaa barnaamijkii doorashada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku xigeenka Ahmed Yusuf Gure waxaan kuugu hambalyay inaad doorashada aan kuugu tartamay aad iga heshay aniga oo rajaynaya wareega kale in aad anigana ay doorato haddii maamulku ama dowladdu uu ka shaqayn waayo danaha dadka adduunka way soo marayaan wax fara badani aad baana loo arkay waxaa dhacaa wax fara badan maa dhaca dowladda soo socota sidee aanu midnimada ugu casnaa iyo xaggee loo baahan yahay in laga taxadiro qadiyadahee loo baahan yahay in laiska ilaaliyo dabaadkii sanadkii 2004 hay-adda BDRC iyo hay-adaha bahwadaagta la'aa ee CRD iyo Interpol waxay magaalada Nairobi ku qabteen kulan ballaaran oo ay isugu yeereen shakhsiyaad fara badan oo ka kala socday deegaanada Soomaaliya wakiilna ka ahaa qaybaha kala duwan ee bulshadu ka koobanto iyo xubno ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ee markaasi la aasaasay ujeedada kulanku waxay ahayd astaynta mawduucyada mudnaanta la siinayo ee cilmi
بارست لغو سمين دونو سيدا دبو هشيسين تقارن إسو علين تهانتدا لكلا هايستو وكالدقستا إياريما لحريرا فدرالي سمكا فدرالكا ما هم نقان هدي إساقا وحو نقونا يا عقبض إساقا وحو باين دادك إلا فهم سيو هدي المركة هدى فدراليسم دادك إنو آم أقون لصحون قاعد إنو محائما كرا سيدادك اللو فهم سين كرا أنا أقوى مركة وغوري سوحا ويد وحا فدرال إن لقاته وإن أي كتبا دادوينها وإن أفتل لو قاعدا أنا وحا قبا انت دبات يا بروبلم للسوتري او اي واحد لا يقطع اي تايب هل شيء ولو استاغ او وين اسكو رعنا وحا وهي مامولكي يا نظامك الدولهيد يو وين لسان وحا سو راعه او انت كلا فوداي كرا وا هل شيء وي وا شرعي او لو اوغو وي علايسكا ان لا سارو شرعي او لو اوغو waxaan u baahanahay Soomaaliya in qabiil kaga saaro iyo kala qoqobnaanta iyo aamin darada marka wixii iska horkeenaya in laga saaro oo ahsaamta noocaas oo kala in marka horeysa wixii dadka Soomaaliyeed iska horkeeni kara ama hadhow tukeeni kara awood kale in si kale cid uga faa'iideysto in marka horeba lagu magnoo waxa la yiri ninkii ka baqaya geela in laga qadiyo wixii jira la qaybsado anagu aqoon baan doonaynaa dadkan ay dhageysanayeen saasan u sheegayna qabiilna indhuhu naga riday waxaana diyaar u nahay intii hore oo kabineetka iyo baarlamaanka maana inta kale in aqoon haagto shidaal baan u baahanahay in la soo saaro dalka in la horumariyaan rabnaa tacliinta rabnaa caafimaadkan qabnaa odayaashi wadankan u baahanahay hadaan qabiil wax ku keen weynana aqoonta aan rabnaa waan maatsantay shacabka Puntland waa yaragnimo badan ayuu ka qaatay waxyeelada colaada iyo dawlad la'aanta ka hor dhismihii dawladda Puntland iyo waliba muddadii khilaafka dastuurigu ka jireen Puntland sidoo kale marba marka ka dambeeyay wacyiga ummada kor ayuu u kacayay dhinacyada xuquuqaha iyo waajibaadka muwaadinka iyo dawladda ilaalinta shuruucda u degan Puntland kaalinta kaga beegan hirgelinta arrimaha la xiriira danta guud iyo astaamaha xukunka wanaagsan kuna dhisan dimuqraadiyad xurriyad sinaan iyo cadaalad dadku waa inay ka gudbaan marxaladda qabiilka oo marxaladda nation ay u gudbaan wacyigooda halka markuu gaaro qofku wuxuu markaa uu naftiisa ka helaya qofka maslaxada wadanka keenay kara inuu doorto qofka in adeerkiisa markaa uu san doorto